ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ ده اول فيديو ليا. تمام، دلوقتي انا هعمل سموكي، وابتديت بالعين الاول. دلوقتي بوزع بكونسيلر كبيز للاي شادو. تمام، بفضل اوزعه. ده الكونسيلر اللي انا استخدمته. بعد كده بطبطب بسبونج. تمام، لازم اوزع كويس قوي بطبطبه بالراحه عشان ما يخططش خالص معايا، وطبعا ده بيفرق معايا في الاي شادو. زي ما انتم شايفين كده بوزعه كويس. بعد كده بثبته كومباكت باودر او لوس باودر عادي موجود. تمام، بضغط كويس قوي عشان انا مش عايزه اي خطوط في عيني خالص. قعدت اتاكد كده واضغط بصوابعي، معلش انا بجري بس حبتين. ابتديت دلوقتي بالوان ترابيه، الوان انتقاليه كمان. تمام، خدت لون اورانج كده وروز فاتح جدا من باليت بي اتش بتاعت بلاشر. تمام، ببتدي ان انا ادمج الالوان على خفيف جدا، مش بجيب اللون صراحه غامق واقعد اوزعه، لا بيكون خفيف وبتقل براحتي واحده واحده. انا كنت بغني بس شويه. تمام، كل شويه عماله ان انا اخد من اللون اوزع، اخد من اللون اوزع. اهم حاجه معايا الدمج، ادمج كويس قوي براحتي جدا، مش هستعجل خالص. زي ما انتم شايفين كده ابتديت ان انا اغمق، خدت لون اورنج اغمق شويه، بحركه على الجفن كله حركه دائريه كده. نطول بالنا يا بنات كويس قوي في توزيع الاي شادو الدمج، يعني عشان يطلع علينا لوك مظبوط والوان متدرجه. ابتدينا الاول بالوان فاتحه، بعد كده غمقنا، بعيد تاني عليه بنفس الفرشه. جبت لون بني وابتديت ان انا اوزع كده. نفس الحوشة اللي دمجت بيها فوق بطلعه لفوق شوية وبدمجه مع الالوان اللي فوق. بس يعني انا حطيته على طرف العين من الاخر، ما طلعتش بيه لفوق، لان انا عايزة بس ادرج الالوان، مش عايزة البني يكون باين.